وللمزيد حول الوضع الحقوقي والإنساني في سوريا وتداعيات ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بك معنا سيد رضا. مساء الخير لكم ولجميع الأخوة المتابعين. مساء الأنوار، أهلا بك سيد رضا. واشنطن تدعو إلى تحقيق بشأن مقتل الناشط أمين عيسى بسجون ميليشيا سوريا الديمقراطية. بداية، هل من خلفية حول الحادث وتورط ميليشيا قسد في قتل الناشط؟ بداية التعليق على أمريكا وعلى تصريح أمريكا، أمريكا تعلم جيدا ما يدور لدى قوات قسد، وهي مطلعة عن كثب عن كل تصرفاتهم وقراراتهم، بل وأكثر من ذلك هي الداعم لهم. ولولا أنهم يعلمون أن هناك غطاء دولي لهم وهناك من يدعمهم لما استطاعت لا قسد ولا غيرها على هذه الأفعال. أمين عيسى ناشط ونافذ لكل ما هو خطأ كان في هذه المناطق. هذا الأمر غير مقبول لديهم هم وجميع هذه الأنظمة أو التنظيمات التي تعمل على سياسة كم الأفواه كما كالسياسة المتبعة لدى نظام الأسد تماما. فلا يجوز لك النقد ولا يجوز لك أن تقول لأي شخص قيادي أو غيره هذا يجوز وهذا لا يجوز. هذه سياستهم التي اعتدنا عليها منذ أن تولوا إدارة المناطق الشرقية في سوريا إلى حد هذا اليوم. إذن يعني بماذا تفسر اهتمام أمريكا بهذه الجريمة تحديدا؟ نعم، أمريكا اهتمت بهذه الجريمة كونها أخذت صدى إعلامي كبير. الأمر أصبح فضيحة لأمريكا أكثر ما هو فضيحة لقسد ولهذه التنظيمات، حتى لا يعاب على أمريكا أنها تدعم تنظيمات وحشية لا إنسانية إرهابية. فكانت تدخل لحفظ ماء الوجه لأمريكا، كما عهدنا مسبقا تصريحات أمريكا وتصرفاتها. سيكون هناك تحقيق سوري، محاكمة سورية تظهر للرأي العام أننا لم نقبل هذا الأمر، أننا رفضنا هذا الأمر وأعطينا توجيهات وتصريحات بمحاسبة الفاعلين، ونحن دائما مع الحفاظ على حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات والإبداء الرأي، ومن هذا الشريط الذي اعتدنا عليه دائما. لنرى بالجانب الخفي الاعتقالات والقتل من الأطفال ومن النساء ومن غيرهم ومن ناشطين حقوقيين أو سياسيين أو غيرها. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثقت انتهاكا جديدا لميليشيا قسد بحق الأطفال، يعني من جهتكم هل رصدتم مثل هذه الانتهاكات قبل ذلك التقرير الذي أصدرته لجنة الصليب الأحمر؟ نعم، هذا الأمر كما ذكرت لك منذ قليل، هذا الأمر استبعته قسد والتنظيمات التابعة لها سواء العسكرية أو السياسية أو غيرها. سياسة الاعتقالات بحق الأطفال سواء من حتى لا أكون يعني يكون كلامي في السياق الحقوقي البحث من الجانب العربي أو من الجانب الكردي، فكانت الاعتقالات من الجانب العربي إما لحسابات شخصية أو سياسية أو غيرها، وكانت الاعتقالات من الجانب الكردي للأطفال لوضعهم في أماكن مغلقة لتجنيدهم في القتال حتى رغما عن أهاليهم. وكان من يرفض حتى من الأهالي يتعرض للتعذيب، يتعرض للسجن، يتعرض للإهانة. طبعا الأمر لا يشمل فقط الذكور، وإنما الذكور والإناث من هم من سن 13 فما فوق، فالجميع مجبر بأن يكون مجند لصالح هذه القوات. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقية السورية رضا سطيف، شكرا جزيلا لك.